ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: فضل العلم، فضل العلم أي الازدياد من العلم، فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. بمعنى أنك بماذا تزداد؟ تزداد من النوافل، تزداد من السنن، أم تزداد من العلم؟ قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن أفضل العبادات بعد الفرائض هي طلب العلم. طلب العلم أحب إلى الله من قيام الليل ومن صيام النهار النافلة. فإذا يا من تريد الخير استمع، باب ماذا قال؟ فضل العلم خير من فضل العبادة. لذا عندما جاء أبو زرع الرازي إلى بغداد والتقى به الإمام أحمد إمام أهل السنة المعروف بالذب عن السنة وبالدعوة إلى السنة وبتطبيق السنة، عندما التقى بأبي زرعة ترك التسبيح بعد الصلاة وترك صلاة النوافل حتى يحصل العلم عند أبي زرعة. فإذا زاد من العلم أفضل من الازدياد من النوافل. فإذا يا عبد الله تذكر ذلك جيدا واحرص على الاستزادة من العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع. الورع مرتبة عالية لا يوفق إليها إلا الموفق، وهو أنه لا يكتفي بترك الحرام بل يتجنب ما فيه شبهة، بل يتجنب ما فيه قيل أو قال، بل يتجنب ما قد يؤدي ولو من بعيد إلى الحرام، كما ذكرنا لكم في درس سابق عن الإمام أبي حنيفة أنه أقرض مرة رجلا مالا فحان موعد السداد، فعندما أتى وطرق باب ذاك الرجل وكان يوما شديد الحر، ففتح الباب ذات الرجل فرأى أبا حنيفة فقال: أهلا بالشيخ، تفضل فقد أعددت لك المال. فقال: لا والله لا أدخل، فإني أخشى أن يكون استظلالي في بيتك ربا على المال الذي أعطيتك إياه. انظروا إلى الورع فماذا يقول؟ من يجعل أمواله في البنوك، من يذهب ويأتي لوضع الأموال في البنوك، ماذا يقول؟ من يشتري ويتعامل بالتجارة ويزاد عليه مقابل الزمن، ماذا يقول وماذا يفعل إذا وقف بين يدي الله؟ هذا الإمام لم يترك الحرام فقط، وإنما خشي من شيء لو قيل لأحدهم كما ذكرت أحدهم ممن يميعون الدين ويصعدون إلى المنابر ويتكلمون في الناس، فقلت له هذه القصة عن أبي حنيفة، فنظر فقال: أبو حنيفة متشدد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدل أن يقول التقصير منا ونحن مقصرون ونحتاج إلى توبة، قل أبو حنيفة متشدد ما بدنا الرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.